ماما يا ماما صحيح يا ماما عامل اوف جاي النهارده بالليل يا اختي ومالك فرحانه قوي كده ليه اصلا يا ماما اشتقت لعلا حمدي بس يا بت بس ما تحسنوا معضك والله العظيم ماما شايف البنت ام سنه طويل تقضيها ده ايه تقضيها ده ايه انت خلاص اتسعرتي اي حد ماشي بتعضيه مالك فرحانه كده ليه استني لما المخفي عمك ده يجي وشوف هو وبك هيتكلموا يقولوا ايه خلاص عليك يا ماما ما تقوليش على عمي رؤوف كده ده زي السكر عسل عسل اسود ومنيل وابنه يا اختي ما طلعلوش ليه والنبي يا ماما مالكيش دعوه بحمدي بقى انا مجنني يا بطه انت بتدافعي عنهم كده ليه بس يا بنت اسكتي ماما بقول لك ايه والنبي يا ماما الله يخليكي ما تخليش تيتا هنيه تتدخل في كل حاجه لما الناس تيجي كده اهو لحسن انا حاسه انها لو اتدخلت هتبوظ الدنيا الناس تزعل مننا ياه وانت خايفه بقى على مشاعرهم قوي كده اسكتي على العموم هي هتبقى قاعده رجاله ايه اللي هيودي هنيه هناك ولا تصدقوا دي هنيه اتجننت خالص ممكن تخش في اي حته عايزه حاجه يا ام ايوه ايه خير عنك اي 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 طب معلش فرحتك بشوش بس ايوه تسلم ايدك بلسم تسلمي ربنا يحميك ويخليك لي عايزه ايه اسمع المهم بقى هو الراجل ده يعومك على عوم ولا يغرقك اذا كانوا عاوزين يرجعوا يبقى المشروط محطوط شكاليته اوعى تكون لين معاه في الكلام اديلهم المنق خيار ونحجر لك في الكلام كعبينه ايه يا خالتي هنية المتنية مالك بقيتي شرانية كده ليه مفيش يا حبيبتي احسن من التفاهم والبنت عايزة تتصالح قالت كده بخطرها ولا خايفة من حماتها طب انتي بقى ما شفتيهاش امبارح لما اتقمصت وقامت من كلامك اللي فيه الخير يقدمه ربنا احنا كل يهمنا مصلحة البنت ايوه لكن الواد حطك فوق دماغه وزاع ده بيشتمك يا عبوده في ايه فار يلعب في شنب ايه سبع معلش المسامح كريم المسامح ده لو سامحناه هيركبنا المره دي بيشتمك المره جاي يعمل ايه يضربك قطع ايده سيبوني بقى عليه لا 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 خليكي لا ما تلاقيش يعني صعب حد يمد ايده عليا عشان خاطر ما تعليش صوتك لحسن ابوه جوه خش له بقى احسن ده بقى له مده قاعد جوه قدمت له حاجه طبعا ما هنسيبه قاعد كده طيب اكلتي خفيفه وما بخافش من حد طيب يا نجوى مش عاجبك كلامي ولا عالية نجوى ولا مش نجوى يا خالتي دي فاطمة بنت سالم الفرارجي فراخ وحشة بيأكل الفراخ ردة هو مين اللي جوه يا عايشة الحقيقة حاجة أنا مش جاية كابر ويعني أدافع عن ابني لا أنا جاية أقول لحضرتك إن فعلا ابني غلطان جدا وبعدين غلطان في حقكم وحق بنتكم كمان وأنا قلت له أنت ما تسعيلش البنت دي أبدا غلبتني بكرم أخلاقك رؤوف بيه وأنا تحت أمرك في أي طلب تطلبه الله يخليك الله يكرمك عموما اللي حصل ما بين فاطمة وحمدي ده أمر عادي بيحصل كتير بين أي زوجين بيتجوزوا في الأول لسه مش فاهمين بعض إنما الحب بقى والحياة والتجربة بتاعت الحياة ومشاكل الحياة بتخليهم هما الاتنين يدوبوا يبقوا فرد واحد ولا أنت إيه رأيك يا حاج؟ الكلام ده لما تكون الخلافات بسيطة لكن ابنك حمدي بيعرف ستات والعياذ بالله ماشيين على حل شعرهم وبيكلموه في التليفون لما البنت تعترض يضربها ويقول لي ادبه عليها لا هنا لازم يقف عند حده ولا انت ليك راي تاني لا انا رايي من رايك يا حاج بس انا بديت كلامي مع حضرتك قلت لك ان فعلا ابني هو الغلطان والولد نفسه والله الولد نفسه اعترف لي وقال لي يا بابا فعلا انا غلطان وهو ندمان على كل حاجه عملها مع بنتكم عشان كده انا جاي طمعان في كرم حضرتك وسعه صدرك انا ما عنديش مانع بس لازم ناخد راي البنت هي صاحبه الشأن هي اللي هتعيش معاها مش احنا بس انت عارف حضرتك ان هما بيحبوا بعض قوي بس هو الشباب بقى بصراحه انا مش شايف غير حب من طرف واحد البنت هي اللي بتحبه ابنك ده لو بيحب مراته بجد ما كانش قدر يبص لواحده غيرها عندك حق يا حاج الحب ده جميل بيعمل معجزات انا قبل ما اتجوز المرحومه ام حمدي كنت عايش معاها في قصه حب جميله جدا كنا طايرين بالحب وبعدين سافرت سنه اعمل شغلانه وارجع رجعت لقيتها مخطوبه كنت هتجنن طبعا ما هديتش بقى الا لما اتفسكت الخطوبه بتاعتها يا سلام يا سلام على قصه الحب اللي احنا عشناها انا لغايه دلوقتي مش لاقي اي واحده تسد مكانها في قلبي ربنا يصبرك يا رؤوف العيال دي لازم تعرف ان الحب بيطهر النفوس
وبيحمي الواحد من الغلط. يلا ربنا يوفق الجميع. يعني خلاص الاولاد هيرجعوا لبعض؟ ما انا قلت لك لازم اخد راي البنت. طب يا ريت اعرف قبل ما امشي. يعني نديها فرصه عشان تفكر براحتها. خير البر عاجله. عشان خاطرك رؤوف بيه استاذنك.